نستمر مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لحصاد هذا العام، واليوم مع ملف الجوازات الدبلوماسية ومزدوجي الجنسية والاتهامات للأحزاب والمسؤولين في العراق بالفساد. معنا في الاستوديو الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والاستشارات السيد شاهو القرداغي. مرحبا بك استاذ شاهو. مرحبا، تحياتي لك. وايضا عبر سكايب من اثينا الدبلوماسي والاكاديمي العراقي الاستاذ فاروق فتيان الراوي. مرحبا بك استاذ فاروق. اهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناه الرافدين. انا ابدا معك استاذ فاروق، على اي اساس تمنح الجوازات الدبلوماسيه في العراق، وكيف تابعت هذا الخرق لوزارتي الداخليه والخارجيه في هذه الاجراءات؟ الحقيقه سابقا كان هناك نظام الجوازات العراقيه المرقم 61 لسنه 1959، وعد ما تحصل بعض الامور اللي تستوجب تعديل لهذا النظام يصدر قرار بتوقيع رئيس الجمهوريه بالتعديل لهذا النظام، نظام منح الجوازات. ولكن للاسف حكومة المالكي استطاعت أن تعد قانون برقم 88 في 15/3/2011 وأصبح نافذ المفعول، اللي من خلال هذا القانون استطاع أن يحدد أولا نظام الجوازات إلى أربع جوازات: الجواز العادي، جواز الخدمة، الجواز الخاص، ثم الجواز الدبلوماسي. فيما يتعلق بالجواز الدبلوماسي، سابقا يعني الى قبل 2003 كان الجواز الدبلوماسي الى قيمته، ولا يمكن ان يمنح كائنا من كان جواز دبلوماسي الا بقرار. يعني الدبلوماسي عندما يعين دبلوماسي خارج العراق يمنح هذا الجواز للتمتع بالحصانه الدبلوماسيه خلال عمله بالسفاره. الوزير ومن هو بدرجه وزير يحمل هذا الجواز. أما الآن للأسف القرارات اللي صدرت وبموجب هذا القانون، قانون رقم 88، خول وزير الخارجية صلاحيات واسعة بما فيها إضافة إلى الصلاحيات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين والوزراء السابقين والحاليين ما بعد 2003، نعم، وعوائلهم. وهذا خول بفقرة ما تقتضيه المصلحة العامة. من يحدد المصلحة العامة؟ إذا وزير الخارجية عنده صلاحيات إصدار جواز، بالتأكيد عندما يكون وزير الخارجية لديه هذه الصلاحيات ممكن أن يستخدمها رئيس الوزراء. دكتور فاروق، إذا سمحت لي ننتقل للأستاذ شاهو. يعني رغم مرور أسابيع على فضيحة إصدار آلاف الجوازات الدبلوماسية، إلا أن ليس هناك أي ردة فعل وهناك صمت حكومي عمن يقف وراءها، ما تفسر هذا الصمت؟ طبعا لأن الجميع متورط في هذا الملف. يعني إذا كان هناك ضرورة لإعطاء الجواز السفر الدبلوماسي إلى السياسيين أو إلى صناع القرار باعتبار أنهم منشغلون ويحققون مصالح المواطنين، ما هو التبرير لإعطاء هذه الجوازات لمشاهير التيك توك مثلا، للفتيات الذين يستعرضون الأغاني ويستعرضون يعني محتوى تافه على موقع تيك توك وعلى المواقع الأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني هذه المعلومات كشفت عنها نائبة برلمانية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن صدقيتها، هي دقيقة. عندما يكون هناك يعني فضيحة بهذا المستوى، أن الدولة تعطي جوازات دبلوماسية لهذه الشريحة وللمشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي دون وجود أي معايير معينة، يعني عن ماذا يقدم هذا الشخص للمجتمع، ماذا يقدم للدولة، ماذا يقدم للسياسة الخارجية، هذا يعني أن هناك فضيحة كبيرة لا أحد يريد أن يتحمل مسؤوليتها. ولكن في الحقيقة الجميع متورط بهذا الملف، لأنه عندما يكون للخارجية العراقية، وإلى الآن كان هناك يعني طلب للخارجية العراقية بالاستجابة والإفصاح عن المعلومات الكاملة عن أعداد من تم إعطاؤهم، يعني حتى هذا الموضوع يتم المراوغة فيه، لا يتم تقديم الأعداد الكاملة لمن يحملون هذا النوع من الجواز. إلى الآن هناك مماطلة وهناك عدم استجابة من قبل الخارجية، لأنه الخارجية أيضا يستجيب لمطالب الأحزاب السياسية. يعني كل شخصية من هذه الشخصيات التي حصلت على هذا الجواز، سواء حصلت عليه بمقابل مادي، يعني هذا الأمر أيضا لا يخلو من الفساد، هناك من يحصل عليه بمقابل مادي
أصبح كل شيء متوفرا بالأموال، أو من حصلت عليه بعلاقاتها الشخصية مع المسؤولين مع السياسيين، بالتالي هناك أيضا تورط للأحزاب السياسية الفاعلة سواء داخل الخارجية العراقية أو في باقي المؤسسات، وهذا الأمر يفسر عدم وجود نية حقيقية للإفصاح عن المتورطين حول هذا الملف. نعم. وتحميلهم المسؤولية. وهذه بحد ذاتها فضيحة، يا ترى ما هي تداعيات هذه الفضيحة أستاذ فاروق؟ كيف ستؤثر على سمعة الجواز والسلك الدبلوماسي العراقي على مستوى العالم؟ الحقيقة للأسف لا يحتاج الجواز الدبلوماسي ولا الجواز العادي إلى فضيحة لكي يتدنى مستواه، هو يتربع ومنذ سنوات عديدة على عرش آخر جواز أردأ جواز في العالم. للأسف قد ما كان الجواز العراقي جواز محترم وينظر إلى، هذا نتيجة وجود دولة، قد ما تفقد الدولة وتفقد السلطة، يعني السلطة العراقية أو الحكومة العراقية قد ما تفقد الكثير من الأمور فبالتأكيد يؤثر على الجواز، والجواز العراقي الآن هو أسوأ جواز في العالم. مع الأسف أن يكون الجواز العراقي هو أردأ جواز في هذا مقر دوليا، ليس أنا أقوله ولا يقوله ضيفك الكريم، التقرير اللي قدمته أشار إلى المؤسسة اللي وضعت الجواز العراقي بالمرتبة 198 ما بين جوازات دول العالم. ولذلك مع شديد الأسف أنه هذه الفضائح تجدها في كل المجالات، تجدها الآن في مسألة الدولار، الآن مسألة المالية، مسألة الصناعة، الرشاوي، المدراء، يعني الآن عد ما يأتي، قبل قليل قرأت تقرير وزير الموارد المالية يعين صديقه مدير عام في الوزارة، وبعد قليل يعين مهندس مقيم لمشروع بقيمة 3 مليار دولار كي يشرف على هذا المشروع. إذن الفساد للأسف وصل كل مفاصل الدولة. وهذه نقطة، ولذلك الجواز ربما مسألة بسيطة الجواز. هناك نقطة في غاية الأهمية، موقع أمريكي ساث شاو يتحدث عن أن حاملي هذا الجواز الدبلوماسي يتمتعون بحرية وسلاسة في المطارات وحرية وسلاسة في تجاوز لجان التفتيش. يا ترى هل ممكن أن يستخدم هذا الجواز أو قد استخدم ربما من قبل من يقومون بتهريب العملة؟ طبعا جزء من هذا الأمر، يعني حتى أحد المتورطين الذين تم اعتقالهم في قضية سرقة القرن كان يحمل جوازا دبلوماسيا أيضا، وهذا يبين لك مدى يعني تعقيد الشبكة الفاسدة الموجودة ومدى ترابطها، يعني هي ليست شبكة واحدة أو في مجال واحد أو قطاع واحد، سواء لتهريب العملة أو لتهريب أشياء أخرى أو للهروب من القانون أو الإفلات من العقوبة. يعني هذا الأمر يسهل جدا للأطراف الفاعلة أو لشخصيات معينة أن يكون لديهم بدل أن يعاقبوا أو يحاسبوا من قبل الدولة يتم إعطائهم امتياز يحميهم من القوانين ويسهل لهم أمورهم وتحركاتهم داخل الدولة. وبالتالي هذا الأمر أيضا يكشف أن كما يعني ليس فقط فضيحة الجوازات الدبلوماسية، حتى سرقة القرن أمر مرتبط ببعض، وأيضا كل الأطراف السياسية مشتركة فيه بدليل أنهم أطلقوا سراح المتورط الرئيسي والمتهم الرئيسي بسرقة هذه الأموال. فللأسف الأمور في العراق يعني تجري هناك، إذا المتابع من بعيد قد يشعر بوجود فوضى داخل العملية، ولكن ليست فوضى، هي الفوضى الخلاقة أو التي تدار من يعني بطريقة ممنهجة حتى يظهر بهذا المنظار، أما يعني خارج وراء الكواليس ما يجري في العراق أمر غريب. يعني اسمح لي أنتقل للأستاذ فاروق. أستاذ فاروق، جميع الكتل السياسية واللجان البرلمانية التي تشكل من أجل متابعة ملفات الفساد تعترف بوجود فساد في ملف الجوازات، يعني من الفاسد إذن؟ لماذا لا يقدم للعدالة؟ لماذا لا يحاسب؟ يعني للأسف يعني هم يعترفون على أنفسهم، من هو الذي يصدر هذه القرارات؟ إذا كان وزير الخارجية مثل ما ذكر ضيفك الكريم
وزير الخارجية ربما تأتيه أوامر من مسؤولين آخرين، من كتل سياسية، من قوة ضاغطة في الميليشيات، قادة الميليشيات أغلبهم الآن يحملون جوازات دبلوماسية. قد ما يكون 45 ألف جواز دبلوماسي في دولة، كانت الدولة العراقية أنا متأكد لا يتجاوز عدد الجوازات الدبلوماسية 1000 أو 1500 جواز دبلوماسي قبل 2003. 45 ألف جواز دبلوماسي لمن؟ لموظفين، لدبلوماسيين، لوزراء، ما هو من ولذلك الكل بدون استثناء المساهمين في العملية السياسية مشتركين، لأنهم هم يحملون الجوازات الدبلوماسية. نعم. أصدقائهم يحملون، عوائلهم تحمل الجوازات السفر الدبلوماسية. ولذلك مثل الفساد اللي يجري أحدهم ما يغطي على الآخر. نعم. مزدوجي الجنسية، هنا طبعا الإشارة أستاذ شاهو، يعني لماذا تصر الكتل السياسية والحكومة الحكومات المتعاقبة على عدم إصدار أو تسنين أو وضع قانون يمنع تكليف مزدوجي الجنسية بمناصب حساسة، وهذا الأمر هو خطير؟ هذا الأمر يشكل لهم الخطة باء، يعني موضوع الازدواج الجنسية هو الخطة باء عندما يتورط أي مسؤول بقضية فساد أو بفضيحة حتى يكون لديه خيار آخر فورا يلجأ إليه يتمتع بالحصانة. ورأينا هذا الأمر، يعني كان هناك محاولات أو بعض الأحيان هناك تورط لشخصيات معينة في ملفات فساد أو قتل متظاهرين، فورا حملوا الحقائب والثروات وذهبوا إلى الدولة الأخرى التي يحملون جنسيتها. يعني هذا الأمر أتوقع أنه يعني من الممكن أن تكون تكتيك متبع من قبل أغلب السياسيين أنهم يحتفظوا بجنسية أخرى، وخاصة للدولة الأوروبية أو دولة، يعني للأسف، وهذه يضع الكثير من علامات الاستفهام على الشعارات التي ترفعها هذه الدول. يعني مثلا شخصيات مثل عادل عبد المهدي التي تورطت في دماء المواطنين، كيف يمكن لهذه الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان أن تقبل بأن أحد حاملي جناسيها يتورطون بجرائم، بانتهاكات إلى آخره؟ يعني هذا الأمر أيضا للأسف يضع كثير من النقاط الاستفهام على هذه الشعارات، وبالتالي هذه الشخصيات إلى الآن لم يحصل أن يكون هناك اتجاه لمحاكمتهم أو محاسبتهم أو فتح تحقيق بشأن الفساد، تهريب الأموال، تهريب العملة، قتل المتظاهرين، تغييب آلاف المواطنين. ولكن مستقبلا لو حصل، هم لديهم الخيار البديل جاهز، هم يمتلكون جنسية أخرى. قمع التظاهرات، يعني تظاهرات سلمية خرجت للمطالبة بوطن، يعني أستاذ فاروق، على هذا النحو، إلى أي مدى ترى أن العراق قد فقد مفهوم الدولة، وكان هذا هو مبرر واضح لشركاء العملية السياسية وأحزابهم وميليشياتهم بقمع حريات الرأي، بقتل متظاهري ثورة تشرين؟ يعني عندما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات لا تتجاوز 18% في أعلى مستوياتها، وستة وثمانية في محافظات كثيرة، وتأتي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وتبارك، وفرنسا، هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وتبارك العملية السياسية وتضغط في سبيل تشكيل حكومة، إذن الإرادة الدولية هي لتفكيك وتدمير هذه الدولة، تدمير العراق. الآن أصبح العراق لا يشكل أي، يعني مفهوم الدولة انتفت من حاليا. الآن العراق منتقص السيادة في كافة المجالات، إذا تأخذ التدخل الإيراني، التدخل الأمريكي، وجود الميليشيات، كلها هذه تدعو إلى أنه العراق فقد الكثير من مقومات الدولة الحديثة. ولذلك أنا أعتقد أنه الإرادة الدولية الموجودة، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، هي من سمحت لإيران لهذا التدخل، وسمحت لهذه العناصر بالاستمرار بالسرقات والفساد، لأنه الأموال هي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وأغلبها تعود
إلى البنوك التابعة بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا، وكثير من الذين سرقوا الأموال هربوا إلى بريطانيا وإلى كندا وإلى أمريكا ولم يحاسبوا في الدول، وهم يحملون مثل ما ذكر ضيفك الكريم يحملون جنسيات تلك الدولة ولم تحاسبهم تلك الدولة رغم أنه أدخلوا الملايين. ولذلك يعني المسألة صعبة جدا بالنسبة لنا. نعم صفارو، أخيرا أستاذ شاغو، ما الذي يمنع خطوات الإصلاح وإنهاء ملفات الفساد؟ يعني هل يمكن الوثوق بالوعود التي أطلقها السوداني؟ لا يمكن الوثوق بهذه الوعود، سواء التي أطلقها السوداني أو التي أطلقتها وزيرة الهجرة بإعادة نازحي جرف الصخر أو بالوعود اليومية التي نسمعها، لأنه هناك إرادة حقيقية غائبة. هذه الإرادة، هناك غياب للشجاعة السياسية لدى رئيس الوزراء، وللأسف رئيس الوزراء خاضع لإرادة الفصائل المسلحة والميليشيات والأحزاب المتورطة بهذا الفساد، وبالتالي هذا يمنع من اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة المواطنين أو يصب في مصلحة الدولة بصورة عامة. ولهذا الأمر يعني ترى أن مشاعر اليأس تسود داخل الشارع العراقي، وليس هناك أمل بإصلاح هذه المنظومة في ظل الوجوه القديمة التي كما قال المالكي في لقاء سابق يجب أن يتم إزاحة كافة الوجوه الحالية إذا أردنا إصلاح حقيقي، هذا بشهادته وقوله. وبالتالي ما دام الوجوه القديمة موجودة فلا يمكن أن يعني يكون لديها أن أمل حقيقي بإصلاح حقيقي في العراق. نعم، بفقدان العراق دوره الريادي وحتى قيمة جواز الدبلوماسي يمثل هذه الدولة، أستاذ فاروق، يعني في ظل هذا الإحباط ربما الشعبي، هل ترى أن هناك بارقة أمل للتغيير، والتغيير من وجهة نظرك تتوقع بيد من؟ والله بارقة الأمل، كنا نتمنى أن تستمر الانتفاضة وثورة الشباب، هذه هي كانت بارقة الأمل. الحقيقة الانتفاضة الشعبية التي حدثت في تشرين الأول من عام 2019 كانت هي الأمل، هي الأمل، ثورة الشباب في ساحة التحرير، في ساحة الحبوبي، في البصرة، في النجف، في كربلاء، في القادسية، في أغلب مدن العراق، هذه كانت الحقيقة هي بارقة الأمل. ولكن للأسف ربما جائحة كورونا والضغوط اللي جاءت بعد جائحة كورونا ساهمت في إخماد هذه الانتفاضة، ولكن يبقى الأمل هو فقط في الشعب العراقي، وإن شاء الله إن شاء الله القادم يكون أفضل من خلال إرادة الشعب وليس من خلال وجود هذه الطغمة الفاسدة التي لا أمل فيها. لماذا دائما يعتبر السياسيون والدبلوماسيون أو يتغنون بمشاعر الوطنية أستاذ شاهو، في حين أن ما يجري في العراق وعلى أيديهم ملفات فساد، قمع للحريات، نهب للمال العام، يا ترى أين الانتماء بالوطنية دائما ما يصرحون به في شعاراتهم؟ من المؤسف أن هناك شريحة إلى الآن قد تنخدع بهذه الشعارات، أو هناك إمكانية لدغدغة عواطف والمشاعر الطائفية والمذهبية لشريحة من العراقيين، وبالتالي هم يستغلون هذه النقطة دائما لإطلاق هذه الشعارات، وأيضا إلى بهدف التسويق للإدارة والحكومة وتقديم صورة جميلة للعالم الخارجي بأن الحكومة مصرة على مكافحة الفساد. يعني منذ تولي السيد محمد الشيعة السوداني للحكومة وإلى الآن في كل المناسبات يردد بأن الفساد آفة الدولة وأخطر من الإرهاب ويجب محاسبة الفاسدين، ولكن في ظل حكومته تم إطلاق سراح أكبر فاسد وأكبر سارق للأموال. وبالتالي هناك تناقض بين الشعارات وبين الأفعال على أرض الواقع. هذه الشعارات لم تعد يعني تنفع، ولم تعد لم يعد المواطن يثق بمن يطلق فقط الشعارات، هو يريد افعال على ارض الواقع، وللاسف لا يعني لا يلامس اي تغييرات على ارض الواقع. يعني الفساد مستمر، النهب مستمر، سرقه الاراضي، مصادره الاموال. يعني لم يكن هناك شيء جديد في عام 2022، منذ عام 2003 والعراق سائر على نفس الطريق، والكتل السياسية والأحزاب والميليشيات التي أفقدته ريادته في العالم وحتى أفقدت الجواز قيمته الاعتبارية.
نجحت في جعل العراق في ذيل القوائم الدولية، سواء من ناحية الجواز، من ناحية الحرية، من ناحية الفساد، من ناحية غياب الشفافية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، المغيبين أيضا. في كل هذه الملفات نجحوا في جعل العراق في ذيل القوائم الدولية، وينافس ينافس الصومال، ينافس جنوب أفريقيا، ينافس الدول الأخرى، وبالتالي هم فقط نجحوا في ذلك ولم ينجحوا في بناء شيء يبقى للأجيال القادمة. شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الباحث العراقي في مركز رامان للبحوث والاستشارات السيد شاخو القرداغي، وشكرا جزيلا لكم عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الأستاذ فاروق فتيان الراوي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.